بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معكم أخوكم علي الزاير. في المقطع اليوم أبغى أقارن أو أسمعكم وأوريكم مكتبات البيس اللي أنا أتعامل معاه. يعني هذا الكولكشن، ما أقول إن الكولكشن هذا البيرفكت أو الأفضل، ولكن بحكم تجربتي وقناعاتي يعني توجهت إلى بعض المكتبات وأخذتها وصرت أستخدمها، وبعضهم مع الكومبليت، فأكيد ما يمنع إن إحنا نعرضهم ونستخدمهم برضو. فكل الأصوات هنا بيس. استخدام البيس نعرف إن من ضروريات الأعمال حقيقة. يعني البيس يعبي المناطق اللو فريكوينسي وتعطي العمل أرضيات مشبعة إن صح التعبير، وكل خامة أكيد لها استخدامها. أنا أتعامل مع البيس بطريقتين: طريقة وجوده في الميك كآلة إيقاعية، يعني البيس أنا أنتظر منه أن يسمعني إيقاع، خصوصا في الأعمال اللي تكون صوتية مش موسيقي، او انه يخلق لي طابع موسيقي وغالبا يكون مثل آلة التوزيع، وفي هذه الحالة راح يكون فيه صوت واضح. فعشان لا اطول عليكم، خلونا نشوف الآلات اللي انا بستعرضها اليوم في هذا العرض، وبعدين نسمعهم ونشوف. وانا اليوم بستفيد من الويف فورم هذا سكوب علشان نشوف برضو الاختلافات. فاول آلة انا عندي هنا هي من الهاليون سونيك، وهذه آلة قديمة كنت نستخدمها، لكن كنت ابغى احطها لكم في هذا المقطع علشان تشوفون ان هل في الفروقات اللي تستحق فعلا ان الواحد يروح يعني مثلا يدفع مبالغ او يروح يتعب في ان يبحث عن آلات. لذلك حطيتها، تعتبر من الآلات اللي خلنا نقول مش الهاي كواليتي ان صح التعبير. وهذه آلة تبع الايكي ملتي ميديا، وحقيقة انا اتمنى ان يسعفني الوقت واسوي لها مقطع خاص فيها، لان هذه ايميوليتد، مش مكتبة حجمها ضخم، انما ايميوليتد يعني بصناعة نفس المشغل هذا يخلق لك السينثيسايز اللي داخله يعمل لك الخامة هذه، وفي اصوات ضخمة ضخمة، هما يعني معتني شوي بالشكل فيعطي انطباع جميل ان واحد يستخدم، يعني يشعرك بالهدية. هذه طبعا اللي توجهت اليهم انا، ومتابع الامبل، والكل يعرف ان شركة الامبل هذه صممت فعلا آلات راقية جدا. هذه الآلة الاي بي، اقدر اقول لك ان اعتمادي نسبة 85% عليها، اللي يقولون دايركت جو صح التعبير، اللي مباشرة انا اتوجه الى استخدام. عندي هنا برضو آلة ثانية برضو امبول، لكن هذه تكون بالدرجة الثانية للاستخدام، وبرضو من شركة امبول. هذه برضو آلة اكوستيك، يعني الآلات هذه اللي قبلها تعتبر إلكتريك، هذه الآلة اكوستيك مثل ما احنا شايفين، هذه تبع برضو الامبول، وهذه الأبرايت، يعني هي من آلات زي ما احنا شايفين في الصورة، الآلات الوترية والسترينجات اللي الباسز أو الآلات هذه الضخمة اللي توقف في الأوركسترا. برضو هنا الآلة الإلكتريك، هذه تبع الستايمبر، برضو الإلكتريك بيس، برضو من الآلات اللي صرت أنا أستخدمها وأعتمد عليها بشكل كبير. المجموعة اللي جاية هي تبع الكومبليت، وكلكم يمكن عنده مثل هذه الآلات، وهي السكارب بمختلف نوعياتها، من الجيلي بيس هذه، وهلما جرى الليمون بيس، اتوقع ان اغلبكم مرت عليه هذه الآلة، وهلما جرى هنا هذه برضو تبع الكومبليت، وهي برضو. عموما انا مش غرضي ان ادخل في تفاصيل الآلات هذه، انما الان نبغى نسمع اصواتهم ونشوف الفروقات من خلال السماع ومن خلال الشكل. طبعا انا حطيت عزفة بسيطة جدا A minor G F E وبتعمل لوب وبنشوف. يعني خلنا نبدأ هنا، طبعا انا عامل سولو بشكل هذا، ما في اي معايرة في الليفل، انما مباشرة انا فتحت الآلة بالديفولت حقها. لو مثلا انت تحب تعتني اكثر في تعملها مقارنة فعلا، تروح توازن بين ليفلاتهم وتشوف الفروقات بينهم، ولكن حاليا ممكن نعتمد سماعيا نشوف الخامة كيف شكلها، وبرضو بنشوف في النظر هنا وشو شكل الآلة برضو. فخلينا نجرب الآن الآلة هذه ونشوف خامتها.
اكيد شباب محتاجين ان نجربهم على الاعمال داخل العمل عشان تشوف بروزها ووضوحها، لان شباب في نقطة ان البعض ربما مباشرة يلجأ الى استخدام الكمبرسر واستخدام الدستورشن وهذه الاشياء علشان يوضح الالة داخل العمل، بينما يمكن ليفل بسيط يرفعه توضح الالة بالشكل اللي يناسب العمل او انه يختار الة ثانية. لذلك لما تشوف عندي مثلا هنا العدد الكبير هذا من الالات، انا شنو اللي يخليني اروح العب في الديستورشن ولا العب في الايكولايزر وهذه الاشياء؟ عندي خيارات اجرب، ما زبطت هذه يمكن تزبط هذه قبل ما اروح. فهذا ممكن جواب الى احد بيسأل يقول ليش طبعا طيب الالات هذه كلها عندي. انا نسمع الان. طبعا هو سكت لان هنا مو هو واصل، هذه الالة حدودها من هنا لهنا، يعني انت اذا كنت تبغى تستخدمها فتعرف الحدود اللي للالة. فخلينا نسمعها مرة ثانية ونشوف بس في الشكل هناك. لاحظ يعني مقارنة بهذيك هذه فيها ديستورشن اكثر. خلينا نشوف هذه الالة اللي بعدها تبعد امبل. طبعا انت تشوفه قاعد يتنقل بين نوعين من العزل تبعا لحسب يمكن الفيلوسيتي وهذه الاشياء. هذه الامور شباب انت لما تتعمق اكثر في الالة تحتاج انك تتعرف عليها، ولكن حاول ترجع وتسمع وتشوف وتميز الصوت كيف شكله. خلينا نروح للي بعدها هذه تبع الامبل برضو. يعني واضح ان الفيلوسيتي هو سبب. خلينا نشوف هذه الابرايت. لاحظ يعني هذا الفرق بين انها تكون الكتريك واكوستيك، لاحظ الفروقات مباشرة تشعر ان هذه شيء خامة مختلفة. خلينا نروح الى الالكتريك هذه تبع الستايمتر. في اكيد انواع من الام ام بيس الجي بيس مثل كارب. خلينا يعني انت لو انت على الآلة تقدر تشوف الفروقات. حقيقة هذه الالكتريك بيس ما تحيرني، من استخدمها استفيد منها مباشرة. خلينا نجي الى اللي بعدها. بالنسبة لنا احنا انا انصحكم شباب تتعامل معها كسماع وداخل العمل، وهل الخامة هذه قاعدة تعطيك الاحساس اللي انت تبغاه او لا. الاجانب لهم يعني قناعاتهم في استخدام الات البيس، وهم لذلك تشوف الالات هذه مختلفة الاشكال والخامة. احنا ما عندنا هذه الامتيازات طبعا. هذه مصر. لاحظ ناعم خفيف انا اقدر اسميه. هذه من الاصوات اللي انت لما تحطها في العمل فعلا راح تكون جميل وجودها في العمل. هذه برضو مش اللي نفسه. زي ما قلت لكم يا شباب هي خامات انت قاعد تسمعها الآن. راح بعد ما أخلص راح أتنقل فيهم بشكل عشوائي ونشوف الفروقات. حاليا بس نشوفهم واحدة واحدة. طبعا ما عدا الاي كي مالتي ميديا اللي اميوليتد والباقي كلهم سام، لذلك احجامهم تكون كبيرة. هذه ميزة انك لو تبغى يعني تستخدم شيء خفيف فنروح الى الالات اللي تكون اميوليتد اذا كانت الحاجة بتعطينا يعني هذه. لذلك قلت لكم شباب انا ان شاء الله راح اعمل مقطع خاص في هذه واتكلم عنها بالتفصيل، لان جدا جدا هذه مفيدة. واكثر شيء ممتاز فيها تنوع الخامات وخفتها، لان زي ما قلت لكم اميوليت سيميوليت. خلينا ملاحظ
ملاحظين خفة الصوت فيها كيف وجماله. خلونا الآن نشوف الأمور بشكل عشوائي، وراح تنقل وخلونا نسمع ونروح. وهذا كل شيء بالنسبة لمقطع اليوم. تحياتي إليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.